متى أيها العبد يوما تعود إلى الله من بعد طول الجحود، تجدد بالعزم أغلى العهود، وتلقى الضياء بكل اتجاه، وتلقى الضياء بكل اتجاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة الفجر من طرابلس هذه المرة ومن استوديو طرابلس إلى كل أرجاء الوطن. لكم منا أجمل التحيات مع ضيف طرابلس وضيف لبنان في لقاء خاص عبر أثير إذاعة الفجر مع العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد على ونتشرف بهذه المقابلة وهذا اللقاء. بارك الله بكم ونفع بكم وحفظ لكم إيمانكم جميعا وأهلكم ومن يلوذ بكم، والدعاء الأهم واستقرار بلادكم. هذه نعمة لا يعرفها إلا ما فقدها، نعمة كبيرة جدا استقرار البلد. طبعا سأحاول قدر المستطاع أن أستغل هذه اللحظات لطرح أسئلة ما طرحه الناس لفضيلة الدكتور دكتورنا. لكن لا بد قبل أن تسألني أن أجيبك. الغرب معه أسوأ بضاعة يسوقها أعلى تسويق، الإباحية التفلت والكفر مسوقة على تسويق، والمسلمون معهم أنفس بضاعة وقد تسوق أسوأ تسويق، لمشكلة كبيرة جدا. الذي يلفت نظري أيضا أن العالم الغربي في ظاهرة اسمها التعاون، يتعاونون تعاونا مذهلا وبينهم 5% قواسم مشتركة، المسلمون يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة. هاتان الحقيقتان مؤلمتان جدا، والبطولة أن تتقبل الحقيقة المرة لأن فيها لأنها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، أن تتقبل الحقيقة المرة لأنها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أستاذنا، يعني السؤال الذي طرح بكثرة، طبعا نحن على إذاعة الفجر نذيع على مدار أكثر من 15 عاما عبر هذا الأثير كل يوم، والحمد لله ما أطشنا يوم واحد على الساعة 6 صباحا. مش معنى أطشنا بس يعني يعني توقفنا، ما لم نتوقف يوما واحدا. هذه النصيحة وهذه الحقيقة الدقيقة لصالحك. أنا أرى أن الإذاعة أفضل 1000 مرة من الشاشة. الإذاعة فكر نطق، كل الاهتمام بالنص، والإذاعة يتابعها سائق السيارة، صح، تتابعها المرأة في مطبخها، صح. فانتشار إذاعة كبير جدا. كان في لي درس يدع في القدس، إذاعة القدس يصل إلى 12 مليون إنسان، أما الشاشة موضوع ثاني. صحيح، وبالتالي جمهور الإذاعة كله متعلق بهذه النفحات الصباحية يلي منبلش فيها نهارنا عبر أثير إذاعة الفجر. دكتور، يعني المنظر الذي شاهدناه يوم أمس في مسجد محمد الأمين في بيروت، هذه الحشود، تعطش هؤلاء الناس المسلمين لهذا الخطاب الوسطي الذي تحمله، سر محبة الناس لك، بماذا تختصر هذا السر؟ أولا، بكل إنسان بكيانه في فراغ للدين، ولو كان قويا ولو كان غنيا ولو كان متفوقا، هذا الفراغ قائم. فإذا سمع خطابا دينيا يملأ هذا الخطاب ترتاح نفسه. الدين مريح، وفي قلق ناتج من تقدم السن، كلما تقدم إنسان بسنه اقترب من القبر، والقبر من كل شيء إلى لا شيء،
من قصر، من بيت، من مركبتين ثلاثة، سهرات، لقاءات، بيت على الجبل، بيت على البحر، إلى قمر عدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولم بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فكلما كان الإنسان أشد عقلا وذكاء ونجاحا وتفوقا، يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. بتوازن، تأكل وتشرب، تتزوج وتنجب، تسافر وترتقي، لكن هناك منهج أنت مطبق له. هذا المنهج تعليمات الصانع، والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، لأنها الجهة الخبيرة. سر المحبة إذن في تمسك هذا المنهج والتمسك على هذا الطريق. والله أولاً ابتعدت عن التجاذبات. أذكر مرة قابلت الشعراوي رحمه الله وهو من كبار العلماء، قلت له بماذا تنصح الدعاة؟ فأجابني، كنت أتوقع يكون كلامه ساعة أو نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق، دقيقتين، طلع نص دقيقة. قال لي ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو. هي مصداقية، لأنك تنتفع من علم الطبيب فقط ولا تعنيك استقامته، وتنتفع من علم المهندس فقط ولا تعنيك استقامته، وتعنيك من علم المحامي دعواه وخبرته في القوانين ولا تعنيك استقامته، لكن لا يمكن أن تصدق رجل الدين إن لم ترى أن أفعاله تطابق أقواله. صحيح. دكتور، نحن يمكن في لبنان وحتى بالكثير من الدول العربية نعيش في أزمة اقتصادية حقيقية، والأزمة الاقتصادية لها آثار على الأسرة، على الفرد، من يعني إذا بدنا نقول إحباط، انكسار. كيف يمكن للإنسان أن يحمي نفسه إيمانياً من المشاكل اللي ممكن تترتب عليه؟ في الله ثبت مليون قانون، الماء سائل والصخر جامد والهواء غاز، ثبت مليون قانون ثابت. انت بتحط برأي المهندس كمية حديد بالبناء، لو الحديد يغير خصائصه تنهار البناء. كي تنتظم الحياة في الأرض الله ثبت مليون قانون، لكنه حرك قانون الرزق والصحة. الرزق والصحة ليكون هذان الشيئان أداتي تربية الإنسان. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. الله عز وجل أمسكنا من موضوع الرزق والصحة. إنسان بيكون كبير جداً بحجمه المالي، ورم خبيث للآن ما بدوخ، تهي الحياة. فالصحة خطيرة جداً، والرزق يام إنسان بيكون معه سروي طائري، دخل روتشيلد إلى غرفة ماله، عنده غرفة للمال، أغلق الباب خطأ، والغرفة هي بعيدة عن بيته، صرخ وصرخ إلى أن أدركه الموت. فجرح يده وكتب روتشيلد أغنى غني في العالم يموت جوعا، يموت جوعا. دائما وأبدا إذا ما أدخلت الله في حساباتك، أو إذا ما أدخلت محاسبة الله لك في حساباتك، هذا الإنسان عنده غباء كبير جدا. أغبى الأغبياء من لم يدخلوا محاسبة الله لهم في حسابهم. ولكن يمكن العقل المنطقي عندما يفكر بأنه كيف يمكن للاستغفار أن يجلب لي الرزق، يعني العقل المنطقي إذا بدنا نقول الحسابات المنطقية لا يستطيع أن يتقبل هذا. جواب دقيق جدا. العلاقة بين السبب والنتيجة في الأرض ليست علاقة علمية بل علاقة وضعية، بمعنى أن الله جعل قبل هذه النتيجة سبب،
نظر الأسباب كي تنتظم حياتنا، لكن قادر يشفي إنسان من دون شيء، أو يأتي مولود من دون أب. سيدنا عيسى قادر في أحوال كثيرة أن يلغي قانون الأسباب ليعلمنا أن الذي يحقق النتائج هو الله، لكن لتنظيم الحياة جعل لكل نتيجة سبب. فالعلاقة علاقة وضعية ليست علاقة أصلية. مثلا بيت له بابان، أعطى الأب أمر بأن هذا الباب لا يستعمل للضيوف فقط، فإجا ابن خالف كلام أبوه ودخل من باب الضيوف فناله عقاب. هل هناك من علاقة علمية بين العقاب وبين السبب؟ ما في علاقة. الأب وضع قال هذا الباب لكم، هذا الباب للضيوف فقط، في علاقة غير علمية وضعية. أما إذا كان الابن وضع يده على مدفأة المجتهد تحترق بعلاقة علمية. أنت إذا آمنت أن كل أوامر الله وكل النواهي التي نهى الله عنها علاقتها بالنتيجة علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، عندئذ من شدة محبتك لنفسك تستقيم على أمر الله. فضيلة الدكتور، نعيش أيضا في بلدنا وحتى في البلاد المجاورة الظلم الكثير يكبر يوم بعد يوم. كثير من الناس من سألت كيف يمكن للمظلوم أن يتمسك بحبل يستطيع أن ينصر نفسه؟ ما نزل بلاء إلا بذنب، مستحيل حتى الظلم، وألف ألف ألف مستحيل أن ينزل ظلم بلا سبب. فالبطولة لا أن تشكو الظالم، أن تراجع نفسك أين الخلل، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني يا محمد، إذا كانت سنتك قائمة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. هذا كمجتمع. الإسلام بالمناسبة فردي واجتماعي معا. كيف؟ فردي إذا استقمت أنت وحدك من بين مليارين مسلم وحدك، أنت كم دائرة تحاسب عليها؟ نفسك دائرة، وبيتك دائرة، وعملك دائرة. فإذا أقمت أمر الله فيما تملك فما لا تملك، فأنت محاسب عن نفسك. هل صليت؟ هل أضفت البصر؟ هل أنفقت زكاة مالك؟ هل رحمت الآخرين؟ إلى آخره. ومسؤول عن بيتك، أنت صاحب القرار بالبيت، في معصية، في غناء، في شاشة، في غير منضبطة الشاشة، أنت عن بيتك محاسب، ومحاسب عن عملك في إتقان أو ما في إتقان، في مواد مسرطنة أو ما في مواد مسرطنة، مسموح ببعض المعلومات بالمية بالألف ثلاثة ونص، نحطه بالمية ثلاثة ونص صار في سرطان، حتى حقق ربح قد يتناسى صحة الناس. الله كبير. فإذا خالفت أمره هناك عقاب خطير في الدنيا قبل الآخرة. لكن نرى الظلم حتى على العلماء، على علمائنا، على مشايخنا، على من هم. لا تصدق إنسان يأتي إلى الدنيا ويستحق بعدها الجنة دون ابتلاء. ماذا يقول النبي الكريم عن ذاته؟ أذيت في الله النبي سيد الخلق وحبيب الحق، أذيت في الله وما أذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. إذا إنا كنا مبتلين، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء على دولنا لنقطة منتهية، والدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. لذلك أهم عمل في الدنيا العمل الصالح، وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. ننتقل إلى فئة الشباب، حيث قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت
الشباب. اليوم نرى الفراغ، نرى ريح الجنة في الشباب. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. الشاب التائب أقرب إنسان إلى الله، يباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. الشباب عماد الأمة، الشباب درع الأمة، الشباب قوة الأمة، الشباب مستقبل الأمة. هذا الشاب له حاجات بسقف منخفض، منخفض، يريد فرصة عمل فقط، يريد بيت 60 متر، يريد زوجة. فإذا حققنا للشباب طموحاتهم المتواضعة جدا ملكناهم، وإذا ملكناهم أصبحوا قوة بأيدينا، لأن السيارة فيها محرك، فيها محرك، والمحرك قوة اندفاع بالمركبة، قوة اندفاع. لكن هذا المحرك مع الوقود، قوتا اندفاع، محرك ووقود، تحتاجان إلى مقود. مقود، هذا المقود بيد العلماء الربانيين. اندفاع الأمة بقوة الشباب المندفعين، وتوجيههم بيد العلماء الربانيين. هلأ والمنهج هو الطريق المستقيم، الطريق المعبد الشرع، يعني تندفع الأمة بقوة شبابها وبتوجيه شيوخها وعلى منهج الله، كتاب الله وسنة رسوله. هذا الحل. فضيلة شيخ، أيضا بسؤال متعلق بموضوع الشباب، يعني أنت صرت بتعرف اليوم المجتمع اللبناني كم هو مجتمع متنوع، فيه 18 طائفة. أنا أتمنى أن يكون هذا التنوع تنوع غنى، لا تنوع تضاد. في تنوع غنى هذا وسام شرف. ليش دخل النبي للمدينة؟ نبي هذه الأمة، الرسول الأول، في أوس مسلمون، وفي خزرج مسلمون، وأوس مشركون، خزرج كذلك، في موالي وأنصار ويهود مسيحيين. أول خطاب له أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحدة وحربهم واحدة. هذا غنى تنوع، غنى تنوع، تفرق تنوع، وهذا غنى جيد. فإذا كل إنسان يعني له دينه مع الله، وله مواطنته مع المواطنين، في حقوق المواطنة، في حقوق الدين، لك دين ولي دين، لكم دينكم ولي دين، أما المواطنة حق مشترك. فإذا طبقنا مفهوم المواطنة، هذا أرقى مفهوم ولا يمكن أن نعيش من دونه. أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحدة وحربهم واحدة، في أوس وثنيون، وفي نصارى ويهود ومسلمون، مجتمع فسيفسائي متنوع، لكن حربهم واحدة وسلمهم واحدة. دكتور، يعني كثيرة هي يمكن أسئلة الناس، ولكن الوقت يمضي بسرعة معك. رسالة أود أن تتوجه بها إلى الشعب اللبناني عامة وأهل طرابلس، بعد أن يعني قمت بجولاتك والتقيت مع بعض الناس، واستعداد الناس للزحف اليوم في المحاضرة التي ستقوم بها بإذن الله، أود منك رسالة أن تتوجه بها عبر هذا الأثير. قال بالأثر القدسي: لو يعلم المعرضون، المعرضون المقصرون، انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين كيف بالمقبلين. الله ينتظرنا جميعا. البطولة إعطاء التفاؤل الواقعي والتفاؤل الخيالي، والبطولة أيضا أن تبتعد عن اليأس القاتل. المؤمن بين التفاؤل الأبلى واليأس القاتل، تفاؤل
له أصل، والتشاؤم قليل لكن له أصل. عدد كبير أيضا من إخواننا النازحين السوريين كانوا موجودين اليوم ويتعطشون لسماع رسالة من حضرتك حول مستقبل بلدهم اللي هو. والله ما في شيء بدون. قال له ملك لوزيره: قل لي كلاما، إن كنت حزينا أفرح، إن كنت فرحا أحزن، أنا كل حال يرضى. بالأخير باختصار اشتهرت دكتور بالكلمات القليلة يعني التي تعطي الأثر الحقيقي للإنسان، يعني أبرزها: من كان الله معه فمن عليك، كان الله معك فمن عليك، نعم، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. أريد أن أختم بإحدى هذه الكلمات الأعز على قلبك، أختم بهذا اللقاء: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمة الله، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. بارك الله بكم، نحن نتقرب إلى الله باستضافة علماء أمثالكم، كان لنا شرف كبير أن نستضيفكم عبر هذا الأثير لإذاعة الفجر، يحق لها أن تقول كلمة أيضا. إن شاء الله أسمع على مسمى الفجر قبل الشروق. قبل الشروق ونحن نشرق يومنا بسماع يعني خواطر لي. آمين. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ الدكتور ضيف طرابلس ولبنان محمد راتب النابلسي، لقاؤه معكم سيكون اليوم بإذن الله بعد صلاة المغرب في معرض رشيد كرامي الدولي في قاعة المؤتمرات، بانتظاركم هناك بإذن الله تبارك وتعالى. لكم منا كل الشكر والتقدير والمحبة. مستمعينا الكرام، كانت هذه وقفة سريعة ولقاء خاص عبر هذا الأثير من استوديو طرابلس، لكم منا كل التحيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متى أيها العبد يوما تعود إلى الله من بعد طول الجحود، تجدد بالعزم أغلى العهود، وتلقى الضياء بكل اتجاه، وتلقى الضياء بكل اتجاه.